أحسن الله إليكم. المستمع زكريا عبد السلام مرزوق من جمهورية مصر العربية، مقيم في المدينة النبوية، يقول: سؤالي يا شيخنا الكريم أنني كنت أعمل في محل وحصلت مشاجرة بيني وبين زميل الآخر، فقلت علي الطلاق بالثلاث أني لا أعمل في هذا المحل بسبب زميلي، وقلت أيضا تكون محرمة علي إذا عملت في نفس المحل، وأنا الآن أعمل في مكان آخر لأنني أخاف أن أعمل في ذلك المحل، وماذا لو اشتغلت في ذلك المحل؟ فما الحكم؟ ما دمت أنك تشتغل في مكان آخر الحمد لله، استمر على الابتعاد عن هذا المحل الذي منعت نفسك من العمل فيه، ولا شيء عليك. أما إذا عدت إلى هذا المحل وأنت قد تلفظت بالطلاق الثلاث وبالتحريم، عليك مراجعة المحكمة للنظر في هذا الأمر. نعم.